وشهدت حديقة بنت الشاطئ في محافظة دمياط إقبالاً كبيراً من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بين أجوائها المبهجة وأشجارها الخلابة. وسادت أجواء من الفرح والبهجة في حديقة بنت الشاطئ التي شهدت ازدحاماً وإقبالاً كبيراً، وفضل جزء كبير من المواطنين اللجوء إلى الحديقة هرباً من حرارة الطقس، وانتشروا في الحديقة برفقة أطفالهم والتقطوا الصور التذكارية. هي الحديقة حاليا بعد التجديدات بالتحديد بقت أقرب للبحر أكتر، بقت على مسافة أكبر، بقت مجهزة من ناحية حاجات كتيرة جدا 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 لأن احنا نقضي فيها فعلا عيد، أو إن احنا نقضي فيها فعلا خروجة متكاملة من ناحية المطاعم، من ناحية كل المحلات اللي بتبيع مشروبات. الحديقة هنا مكان حلو جدا في دمياط، ومكان حضاري لأهل دمياط وممشى حلو، وبيتمتع ان هو على كورنيش النيل. احنا جينا النهارده الحديقه انا واصحابي واكلنا فيها، وكانت الحديقه حلوه ما فيهاش حاجه مضايقانا، والمكان اصلا حلو. الحديقه جميله قوي وانا مبسوطه قوي بالحديقه، انا اول مره اصلا اجي هنا. فضلنا نلعب ونتبسط وكده، وانا جايه اصلا انا وصاحبتي فضلنا نلعب وقابلنا ناس جميله وفضلنا نلعب معاهم. الحديقه هنا بسم الله ما شاء الله حلوه، والامن فيها بسم الله ما شاء الله. جينا انا واصحابي نتفسح ونقضي وقتنا هنا، والبحر بسم الله ما شاء الله.